أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا هو الفيديو التعريفي لمادة اللغة العربية التي سنقوم بتغطيتها خلال هذا العام. كونوا معي. بداية سنعرف أن مصادر اللغة العربية لمنهاجنا هي كتاب اللغة العربية المعتمد من منهاج وزارة التربية والتعليم للفروع الأكاديمية والمهنية. هنا احتوى هذا الكتاب على مهارات اللغة الأربعة: الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة، وقد جاء في وحدات متناغمة ومتنوعة. والوحدات هي تبدأ بمهارة الاستماع وتكون بذلك تهيئة ذهنية لموضوع القراءة، بعد ذلك ستأتي مهارة التحدث التي تهدف إلى تمكيننا من تنظيم الأفكار والتعبير عنها بلغة سليمة، ومن ثم مهارة القراءة التي اختيرت نصوصها بما يتوافق والمرحلة العمرية التي أنتم بها، وبالطبع سيكون بعد نص القراءة كما هو معتاد أسئلة الفهم والتحليل، التذوق الجمالي، وكيف يؤثر التذوق الجمالي على التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. أيضاً اشتملت وحدات الكتاب قضايا لغوية اعتمدنا في وضعها معالجة قضية نحوية وقضية صرفية في كل وحدة من وحدات هذا الكتاب، وأيضاً المهارات الكتابة المرتبطة في الموضوع نفسه حتى تتمكن عزيزي الطالب من التواصل الكتابي وبناء قدرتك اللغوية على الكتابة بما يجول في خاطرك. دعونا نتحدث عن مهارة مهارة. مهارة الاستماع هنا تنقسم إلى التذكر السمعي. نذكر تفصيلات حول أحداث وردت في النص المسموع أو سلوك سابق أو لاحق لحدث ما. فهم النص المسموع وتحليله، التمييز بين الأسباب والنتائج في النص المسموع ونقطة التحول في النص إلى نقاط عدة معروضة، تذوق النص المسموع ونقده، تعليل الأثر الجمالي للصور الفنية في إيصال المعنى وإبداء الرأي. هي مهارة التحدث. هذه المهارة تتميز بتوظيف مهارات التنغيم الصوتي بما يتناسب مع أغراض الحديث والمشاعر دون افتعال أو مبالغة. هنا يجب أن نبني محتوى للتحدث، التعليق بموضوعية على موضوع أو حدث شوهد، التحدث في سياقات حيوية متنوعة، وهذا يسمى التعبير الشفوي عن مواقف حياتية، وتوظيف المعارف والأساليب اللغوية المتنوعة. مهارة القراءة، سنقرأ الكلمات والجمل والنصوص التي تمثل المعنى قراءة صامتة، ومن ثم قراءة جهرية سليمة، وأيضا سنفهم ونحلل النص المقروء. الكتابة هنا تمر في تنظيم محتوى الكتابة، توظيف أدوات الربط بين الجمل والفقرات توظيفاً يحقق الترابط، توظيف أشكال كتابية مختلفة، كتابة النصوص والفنون المتعددة. أيضاً إلى البناء اللغوي، هناك بناء على أساس مفهوم النحو، هناك أيضا أسس أخرى في هذه هي الوحدة الأولى، نور على نور، نقرأ خلالها الآيات الكريمة، نتعرف إلى معاني المفردات، وأيضا في الاستماع سنفهم النص المسموع، نتحدث فيها عن الظواهر الطبيعية وكيفية حدوثها، والكتابة سنتعرف إلى المقالة وأنواعها ونراعي في كتابتها أيضاً علامات الترقيم ونجات الطبيعة على النمط نفسه. سنقرأ النص الشعري ونوضح الأفكار والمعاني ونستخلص الأفكار الرئيسة، نتعرف إلى الشاعر ومناسبة القصيدة والمحادثة والكتابة والمختارات الأدبية.
القراءة غذاء العقل والروح، هذا هو عنوان الوحدة الثالثة. سنقرأ خلالها النص قراءة جهرية ونستخلص الأفكار الرئيسة والفرعية، الاستماع، المحادثة والكتابة، الحنين إلى الماضي. أيضا نقرأ درس منازل أهلي قراءة جهورية صحيحة، نوضح الأفكار فيها ونوضح معاني المفردات، الاستماع، سيكون هناك نص مسموع وستعيد أحداثه لتتمكن من الإجابة على نصوص الاستماع، نتحدث أيضا عن ذكريات جميلة في حياتنا ونكتب الرسالة بأنواعها، والمختارات ستكون عبارة عن أبيات شعرية. أيضا من الخطب الملكية سنقرأ نص الخطابة ونتعرف إلى الدروس التي ترمي إليها هذه الخطبة، استماع، محادثة، كتابة ومختارات أيضا. هنا وصف بركة المتوكل، سنقرأ نص الوصف وسنتعرف إلى معاني المفردات والتراكيب الجديدة، أيضا سنحلل الأبيات تحليلا أدبيا شاملا، سنذهب بعدها إلى نص الاستماع، نعيد الأحداث، نتحدث خلالها عن بركة المتوكل، والكتابة سنتعرف إلى الأساليب الأدبية المتعددة التي من خلالها نطرح ونراعي علامات الترقيم. ما درسناه في النحو وما درسناه من قضايا لغوية نستطيع أن نوظفها في الكتابة التعبيرية. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله بالشرح والتحليل والنقد خلال هذا العام. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.